بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. انجيل النهارده بيكلمنا عن الويلات، ودايما ترتيب الكنيسه لما يبقى نياحة نبي من العهد القديم الكنيسه بتحط انجيل الويلات للتذكره ان اليهود والكتب والفريسيين عملوا ايه في الانبياء القدام دول. إنما الحقيقة صوت ربنا لينا النهاردة بيكلمنا في حب شديد. إذا كان ربنا بيتكلم عن الكتب والفريسيين وأعمالهم اللي عملوها، إنما بينبهنا إحنا لأن في أعمال تقود لخلاص الإنسان وفي أعمال تقود الإنسان بعد عنكم إلى جهنم. ربنا بيقول لنا خدوا بالكم، اللي قبلكم كانت في ناس كويسة بس كانت في ناس وحشة توجه لهم لوم وهم ما خدوش بالهم منه أو تعمدوا ما ياخدوش بالهم منه. في بداية إنجيل متى في الأصحاب في الموعظة على الجبل اللي بنعتبره الدستور بتاعنا، سيد المسيح كلمنا عن حاجات جميلة قوي. كلمنا عن التطويبات، قال لنا طوبة وطوبة للمساكين بالروح وطوبة، وسمى كذا حاجة اللي بيعملها بياخد طوبة يعني سعادة وهنا. وبعد قبل ما المسيح يصعد للسماء اتكلم عن الويلات. ربنا عايز يقول لنا حاجة هنا، ربنا عايز يقول خدوا بالكم، الله المحب، الله بيحب البشر، الله مات من أجل البشر، مات من أجلنا عشان يفدينا ويعطينا حياة. الله أحبنا إلى المنتهى زي ما بقول الكتاب، وساب السماء وهو يملأ السماء والأرض وأخد جسد عشان يبقى زينا. في محبته العظيمة دي أعطانا كل حاجة حلوة، أعطانا حياة، أعطانا جسد ودمه عشان نحيا بهما. في هذه المحبة العظيمة يذكرنا أيضا في النهاردة في الإنجيل بالدينونة. بقول للناس دول كيف تهربون من دينونة جهنم. يعني إذا كان الله المحب، الله الذي يعطي نفسه لكل البشرية، الله اللي أتى من السماء عشان يفدينا، الله اللي عاش معانا وسكن في قلبنا، الله الذي أحبنا ده، الله اللي بيقول أنتم أهلي، أنتم أهل بيت، أنتم أهل بيت الله. ربنا قال عننا كده، أنتم أهل بيت الله، بولس الرسول قال كده. إذا كنا إحنا أهل بيت الله، إيه الأعمال والأفعال اللي بنعملها تمثل بيت الله؟ عشان تبقى من أهل بيت الله لازم تبقى زي ولاد الله. احنا بالفعل اولاد الله مش زيه، مش زيهم، احنا بالفعل اولاد الله. انما هل اعمالنا فعلا تمجد الله؟ عشان كده بنبهنا النهارده بقول انا حببتكم للمنتهى. طب انتوا احببتوني قد ايه؟ انا احببتكم للمنتهى وبذلت نفسي عنكم. طب انتوا عندكم استعداد تبذلوا نفسكم عن السماء اللي هترسوها؟ عشان كده بقول لهم كيف تهربون من دينونة جهنم. إذا كان سيد المسيح النهاردة بيكلم الكتب والفريسيين بوجه لينا إحنا إنذار، إنذار ناخد بالنا منه. خدوا بالكم إن أنا بحبكم بس في أبدية، خدوا بالكم إن أنا رحيم عليكم جدا وأريد أن الجميع يخلصون، وعايز الخاطي يرجع حتى يرجع ويحيا، أنا بحبه. بس اللي مش هيرجع ومش هيحيا في دينونة، في دينونة لازم هتبقى عليه يوم في اليوم الأخير. عشان كده ربنا هو بيقول لنا أنا اديتكم ملكوت السماوات، أعطيتكم السماء، بيقول لنا حاسب إن السماء تضيع منك. ادالنا السماء، وهب لنا السماء هبة، ما خدش مننا حاجة. هو كل اللي قاله يا ابني أعطيني قلبك.
قال لي يا ابني أعطيني قلبك وأنا مش قادر أديله قلبي، مش قادر أسلم نفسي. ودي مشكلتنا، مشكلتنا في الحياة إن إحنا بنفترض إن ربنا فيه حاجات ما يعرفهاش، إحنا بس اللي نعرفها. نقول له يا رب الموضوع الفلاني أسلك فيه بتواضع، يقول له أسلك فيه بتواضع ومحبة. أقول له إزاي يا رب أسلك في تواضع بناس بتشتمني وفكروني ضعيف ويتكلموا إن هم يشتمون وأنا أحبهم؟ إزاي يا رب الموضوع ده ما ينفعش في الدنيا اليوم من دول؟ ما ينفعش إن إحنا نبقى كده ملطشة يا رب، فما تنفعش الحكاية ديت. ونبتدي نوجه لربنا لوم ونقول له وصاياك مش كلها تنفع في الزمن ده. بنقول لربنا كده أحيانا، كنا إحنا ما ننفذش الوصية بنقول لربنا كده، وربنا يرجع يقول لك يا حبيبي بدقات كثيرة ينبغي أن تدخل ملكوت السماوات. تعال سلم نفسك لربنا. الابن اللي شايله أبوه نازل بيه البحر، بيب صغير ولا طفل صغير، وأبوه نازل بيه البحر كده يمتعه شوية بالمية، الولد يشبط في أبوه قوي خايف، إنما يوم ما يحس إن أبوه اللي شايله مش خايف ما يخافش، يوم ما يحس إن أبوه شايله ما يخافش من المية وأهوالها. وإحنا لما نحس إن أبونا السماوي شايلنا مش هنخاف من بحر العالم. بحر العالم أمواج بتلطمنا، والترنيمة بتقول كده أمواج تلطمني والبحر واسع علي. إنما يا رب أنت لما بتيجي الأفكار والمتاعب اللي بتلحقني وبصلك نحوك يا رب عيني، لما بص لربنا فوق كل ده بيهون، كل ده بيهون. عشان كده ربنا النهاردة بيقول لك سلم نفسك، أنا محب حبيتك، وقلت لك طوبى ليك في أول إنجيل متى، طوبى ليك. ودلوقتي بقول لك احذر في التطويبات اللي نديتها لك، في حاجات كتير ما عملتهاش، في حاجات كتير كان نفسي تعملها وما عملتهاش. تلاميذ يوم من الأيام شافوا معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وبعدين بعد ما خلصت المعجزة وكل واحد منهم لموا 12 قفة مملوءة، تقريبا كل واحد شايل قفة من 12 تلميذ، الكتاب بيقول نزلوا المية وألزمهم الله أنهم ينزلوا إلى العبر، وهاج البحر عليهم، وهاج البحر عليهم. نسيوا المعجزة، نسيوا عمل الله في حياتهم، نسيوا كل حاجة، وابتدوا خافوا يرتعبوا. طب انتوا ده المعجزة لسه حصلة، ولسه كنتوا مع أبوكم اللي بيحتويكم ويحتملكم ويحبكم، ايه اللي جرى؟ ده كل واحد فيكم ماسك قفة مليانة بواقي المعجزة، ورغم كده خايفين. مشكلتنا في الدنيا دي ان احنا دايما قلقانين ودايما خايفين ودايما ثقتنا في ربنا مهزوزة، مشكلة. عشان كده ربنا بيقول لنا خد بالك النهاردة، لا خوفون ولا شتمون ولا قلقون يدخلون ملكوت السماوات. فوق لنفسك وسلم حياتك. عشان كده التلاميذ لما تعبوا خالص وحسوا انهم هيغرقوا قال لهم المسيح ماشي على البحر، قال لهم ماشي على البحر. ما ربنا كده، ربنا بيسيبك عايز ترجع ليه، عايز تقول له يا رب انا في ايدك. يوم ما تفشل حيلك كلها وتروح لربنا، ربنا يقول لك انا معاك. يجي لك في الهزيع الرابع ليه؟ لانك انت في الهزيع الاول والثاني ما طلبتوش. يمكن تكون في الهزيع الاول والثاني اعتمدت على نفسك، مش هين عليك تقول له يا رب تعالى حل، اصلا انا صليت كتير للموضوع ده وما تمش فمش هصلي تاني، انا مش هروح الكنيسه تاني، انما ربنا بيتمجد معاك برضو. عشان كده بقول لك خد بالك وخاف، خاف النهارده، خاف النهارده. في اعمال حلوه ممكن تكون عملتها، وفي اعمال حلوه مطلوبه منك لسه ما عملتهاش، في حاجه كويسه ممكن تقول انت مشيت فيها، وفي حاجه كويسه لسه ما اتعملتش. عشان كده ربنا بقول لك خد بالك، الله المحب والله الديان، الله المحب ليك جدا والله الديان جدا.
الله المحب ليك اللي بقوم لعازر في سمسار النهاردة من بعد النتن، بعد النتن أخته قالت له يا رب أنت هتعمل إيه مرسى، هتقومه أنت قد أنتن، ده له 4 أيام. وأنا أقول له يا رب مش عارف أنظف قلبي، مش عارف يا رب أنظف قلبي، قلبي مازال في نتانة الخطية، يا رب هتقومني هتقومني، بس أنا الريحة وحشة جوه، هتيجي تقومني؟ أقول لك ما تخافش، اللي قوم الميت هيشيل الريحة، اللي قوم الميت هيبعد عنك كل ريحة وحشة. اوعى تسيب الخطية بتاعتك راكده جواك هتعمل ريحة مش نظيفة، اوعى تسيب خطاياك الكتيرة جواك تعمل ريحة وحشة. وزي ما قال لنا احد الاباء، الخطية الوحشة بتعمل فساد، بتعمل فضيحة، بتعمل عوز، بتعمل عوز. صاحب الخطية دايما عنده عوز، دايما محتاج، مش مكفيه حاجة ابدا، خايف من الفضيحة لان خايف الناس تعرف، وجواه في عظام نتنة زي ما قال النهاردة للكتبة والفريسيين، انتوا مبيضين من الخارج انما في الداخل عظام نتنة. خد بالك لحسن اكون كده، راجع نفسك ودور، هو انا فعلا كده؟ هو انا صورتي في الكنيسة غير صورتي في البيت؟ هو انا صورتي في الكنيسة غير صورتي مع الناس المقربين؟ هو انا صورتي في الكنيسة في الصلاة والتسبحة والتناول غير صورتي في محبة الناس؟ ما انا لازم ادور واحسب الدنيا صح، عشان لما ربنا يديني تطويبات يقول لي نعما ادخل الى فرح سيدك، مش يقول لي خد بالك كنت لقدر الله، يعني كنت عندك بعض المراءة، كنت عندك بعض الحاجات اللي مبيضة من الخارج، من الداخل كانت شكلها وحش قوي وما خدتش بالك منها. ربنا النهاردة بيقول لك، بيقودك إلى حساب نفسك، بيقول لك حاسب نفسك كويس، خش حاسب نفسك، فعلا أنت مستحق؟ مستحق؟ لو أنت مستحق بتعترف بانتظام واعتراف بالحق، لو أنت مستحق بتاخد جسد الرب ودمه باعتراف فعلا حقيقي، لو انت مستحق بتحب الناس ولا عندك في المحبة بعض الشروط، لو انت مستحق بتعمل ايه من السيد المسيح قالك عليه اللي دالك عليه تطويبات؟ راجع نفسك، النهاردة يوم حساب، كل واحد يحاسب نفسه، لان الانجيل النهاردة بيدينا فرصة نحاسب نفسنا، بقول لنا حاسبوا خدوا بالكم، زي ما نديتكم تطويب وانا محب للبشر، يوم من الايام تسمعوا ان الله نار اكله، لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه، لانه ادانا فرص كتيره واحنا بنتهاون. لازم نحط في اعتبارنا ايه بولس الرسول، ام تستهين بلطف الله وامهاله، عالما ان لطف الله انما يقتادك الى توبة، مش يقتادك الى تهاون ويقتادك الى فساد. ربنا النهاردة بصحينا بانجيل الويلات، مش نقول الانجيل ده كان للناس اللي زمان، لا، الانجيل ده لينا، عشان اذا كانوا الناس بتوع زمان ما اتعظوش منه احنا ناخد بالنا، اذا كانوا الناس بتوع زمان قال لهم انتوا حطيتوا لنفسكم دينونة جهنم، احنا نقول له يا رب استر علينا ما توصلناش للدرجة دي، اعطينا الحس الروحي عشان نيجي ونسلم نفسنا ونقول لك ها قد تركنا كل شيء وتبعناك، لله المجد من الآن وإلى الأبد، أمين. بيتي سنجني